بالنسبة لقدومي هذه الصبيحة إلى دائرة بن سرور، أولا الاطلاع على ظروف التمدرس عموما، وكذلك لمحاولة معالجة توقف أبنائنا عن الدراسة نظرا لظروف التمدرس في هذه المؤسسة التي تحولت أكثر من مرة من ابتدائية إلى ثانوية إلى متوسطة. جلت فعلا في أروقة هذه المؤسسة من أجل إيجاد حلول استعجالية. هذه الحلول الاستعجالية تتمثل في الإضاءة، في التهوية، كذلك في تدعيم التدفئة والعديد من المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسة، والتي نتمنى إن شاء الله أن في الأيام القليلة القادمة سنقوم بما يمكن القيام به في هذا المجال. وأنا على يقين بأن السيد الوالي إن شاء الله سنبدأ مع بعضنا البعض في تهيئة هذه المؤسسة في أقرب الأجال. طبعا بالنسبة للظاهرة الثانية، هي ظاهرة الاكتظاظ وظاهرة الضغط، في الحقيقة هي ليست في هذه المؤسسة. السادة الأساتذة متقبلين الأمر، ولكن يريدون ظروف أفضل للتمدرس. سنسعى لتحقيق هذه الظروف بإذن الله. نحن أولياء تلاميذ متوسط الشهيد دحماني اليوم رانا في وقفة احتجاجية، وكنا مع السيد مدير التربية من أجل التدخل الاستعجالي للحالة المزرية التي وصلت إليها هذه المؤسسة. تصلح لكل شيء إلا أن تكون مؤسسة تربوية. الأبناء تاعنا احنا رانا قلنا ما يدخلوش حتى نشوفوا أمور عملية استعجالية تضمن كرامة التلميذ والأستاذ، يتمدرس في ظروف على الأقل تكون مقبولة، ماناش نقولوا جيدة. نجد السيد الوالي من هذا المنبر بالتدخل العاجل لرفع الغبن عن هذه المؤسسة. نطالب بحضور الوالي احنا شخصيا. هذه الأشياء الترقيعية هذه والعملية الترقية ما نحتاجوهاش. يجي الوالي نفسه ويشوف الحالة المزرية اللي يعيشوا فيها في المؤسسة. تصلح لكل شيء، الأخ الكريم قال تصلح لكل شيء إلا للتعليم. نطالب الوالي يجي، غير الوالي التلاميذ راه ما يدخلوش المدرسة. شكرا. الوالي يجي يدخلوا دراري المدرسة، ما يجيش الوالي الدراري ما يدخلوش يقراوا، ما كاش قراية.